الفرحة. صباح الفرحة والموجات الإيجابية، إن شاء الله يا ربي نهار السعد والأخبار الممتازة وعودة دراسية موفقة. والبداية مع الحمل، أحداث ممتازة، عندك تجربة متميزة، وحضر روحك للأخبار الحلوة. والثور أسبوع الحب وانعكاساتها إن شاء الله يا ربي تكون إيجابية مع العلاقة الحالية. وكان على الاتصالات الممتازة، راهي من نصيب برج الجوزاء، راهي صفحة جديدة في حياته المهنية، كيف وكيف السرطان اللي عنده فرص جديدة، عنده عروض مهمة وسفرة مهنية واعدة. إيه الأسد، راهي كلمة نحبك وحدها ما تكفيش الفايدة في الفرح، وشنو تنجم تعمل على خاطر الحبيب. والعذرار هو مستقبله يبين وتتحل قدامه أبواب التفوق ونجاح. ما تنسيش اللي أنت حاليا الشمس مازالت تدعم فيك ومازالت احتفالاتكم متواصلة، ومن بعد تنور برج هوائي اللي هو برج الميزان. يحكي اللي حاليا برج الميزان يخمم في الاستقرار، ممكن فما خطوبة، ممكن فما زواج، والحب عنوان المرحلة هذه. وما تنسيش اللي سويع هذوما ينتقل القمر للجوزاء الصديق، راهي تتحسن الظروف حاليا. كوكب الزهرة راهو منور برجك، وقت نقوله الزهرة يعني كوكب الحب الجمال والفلوس، اللي يتواصل في برجك حتى لنهار 23 أكتوبر الجاي. والعقرب عنده فرص جديدة، فرص هي عروض مهنية وبالتوفيق في الخدمة الحالية. القوس راهي انطلاقة ناجحة، والحماس والأخبار الجيدة في طريقها ليك، كيف وكيف الجدي اللي تتغير الأحوال، راك تتخطى مصاعب زمان، ونهار اليوم يوعدك بإنجازات مهمة. والهدية راهي من نصيب برج الدلو، ينعم راهو عندك موعد، عندك لقاء حب وأخبار تزين حياتكم العاطفية. ونختموا مع الحوت، ما نحبكش تتسرع في أخذ بعض القرارات اللي تنجم تغشش الحبيب، والنقاش لازم يكون موجود، وهكيك تتوصلوا لبعض الحلول.